السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو أحمد من قناة نانو تي في. اليوم جبتكم على مكان جديد هون عندنا بألمانيا. المنطقة تقع بين مدينة إسن ومدينة بوتروب. محبين الحيوانات رح ينبسطوا كثير بهالفيديو. اللي عنده شقة ومانه قدران يربي طيور ويربي حيوانات وحابب إنه يلاقي مكان لإله يحط فيه طيور وحيوانات ويقعد ويتسلى وينبسط ويكون عنده حديقة، فهذا المكان هو الأمثل لإله. طبعا مثل هذا المكان موجود كتير منه بألمانيا. الحكومة بتعطيهم صلاحيات إنه يربوا كل أنواع الحيوانات وما في عليهم لا ضرائب ولا في عليهم شيء، إلا إذا كان في طبعا إذا عمل جيفيربا أو فاتح شركة للبيع والشراء. المهم إنه هذا المكان مثل ما أنا شايفينه هيك هيك منظره من برا. تعالوا لنشوف سوا شو في جوا. او نحن فايتين مثل ما انا شايفين هون عنا اول مربي حمام زاجل على الاغلب مثل ما انا شايفين. هاي الحمام هون جوا مثل ما شايفين. وهون نحن عنا اصدقاء بهذا المكان، ف بيجي كل فترة وفترة انا لعند صديقي هون. عندنا الفونس. الو الفونس، الو alles gut موس يا kannst du was gibt's da von Tiere von Vogel ja alles wir haben ja alles Kanarienvögel Wellensittiche ja Großsittiche Hühner Hühner auch Tauben Enten ja Gänse ja wie viel bezahlt man zum Beispiel jährlich? Jährlich bezahlt man hier 245 Euro. Ja. Und dann kommt nochmal Strom und Wasser nochmal 90 Euro dabei. Okay. Für Tiere gibt es Gesetz hier oder wie kann man mit Tieren? Gesetz gibt es hier genauso. Wir sind hier angeschlossen am Stadtverband. Wir haben genauso Gesetze wie Kleingärtner. Ja. Ne? Man darf hier nur keine Schafe ziehen und so darf man ja nicht halten. Ne, Hunde sind auch nicht erlaubt. Ja. Und Katzen erst recht nicht, weil die alle erschießen. Nein, Quatsch, mache ich nicht. Nee. Okay. Nee, und dann haben wir unsere Pflegestücke, die müssen in Ordnung gehalten werden. Dann haben wir auch Ruhezeiten, das ist von 1 bis 3 ist über Tag Ruhezeiten. Samstag ist ab 1 Uhr Schluss, dann darf man gar nicht mal, Sonntag auch nichts. Sehr, nee? Sehr, sehr gut. Ja. Dann machen wir hier Spaß. Ja. Ja. Vielen Dank, ja? Ja. اللي حكى لي اياه هلا انه هون بيقدر الواحد يربي تقريبا كل انواع الطيور، الحيوانات الصغيره الاليفه، الارانب، البط، الوز، الدجاج وهيك شغلات. ممنوع تربايه الكلاب هون، ممنوع تربايه القطط طبعا لانه هذول حيوانات منزليه يعتبروا بالمانيا. مثل ما انا شايفين فين هون هاي مربي هون جاج، طبعا مو جاج عادي، هذا تبع الجاج التركي القزم مثل ما انا شايفين. تفرجوا جاج زينة يعني، شوفوا ما شاء الله لا قوة الا بالله، شي بجنن. طلعوا ما شاء الله. عندنا هون هالطير بتحسه مكحل، سبحان اللي خلقه. وهون الفازان او الفازن، طيور كتير كتير حلوة وغريبة مثل ما انكم شايفين. شوفوا ما شاء الله لا قوة الا بالله. في هايست ديزر فوغل فازن، ني فازن ده فازن. شايفين طير كتير كتير غريب، ما بعرف شو نوعه. هذا يعني من فصيلة الفازان لكن الله أعلم شو نوعه. وهيك يعني ممكن الواحد يلاقي مربين دجاج، مربين حمام، ممكن إنسان يعمل شجر هون مثلا تفاح، أشجار مثمرة يحط، ما حدا بيقول له أبدا أبدا وين رايح. هاي هن شايفين
شايفين؟ ممكن الواحد يعني يعمل حديقة بتجنن هون. ويسكر شبك، يسوي أي شيء بده إياه، ما حدا بيقول له أبداً 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 وين رايح. مثل ما أنا شايفين هيك، شايفين هون مربي دجاج مثلاً، مسابح، أي شيء، ملاعب، يعني هيك هي. هلا بدنا نروح لعند صاحبنا ألفونس ونشوف شو مربي جوا. ليكو هون مثلا واحد مربي ببغاءات، ما بعرف اذا مبينين، رح نعمل لكم زوم هون. مربي بينبسط الواحد وبيتسلى وبيروح عن نفسه ضغوطات الحياة، وبنفس الوقت يعني بيربي طيوره، بيربي حيواناته اللي بيحبها. شوفوا هون مثلا ما شاء الله لا قوة الا بالله، في حدا هون مربي دجاج الابراهام، طلعوا ما شاء الله احجام بتخوف يعني ما شاء الله. هاي الصورة من بعيد كتير، وشوفوا حجم الدجاجة او الديك، يعني احجام ضخمة جدا 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 ما شاء الله. هاي اول مرة بشوف بحياتي هيك ضخامة مو طبيعية. شوفوا هلا رح نفوت لعند صاحبنا ألفونس، وانتو بس تفرجوا الحديقة اللي عاملها، تفرجوا شلون عاملها، كلياتها ورد. شوفوا كلياتها ورد، شوفوا من برا هيك زو. هاي الباب تبع الحديقة تبعه، تمام. شوفوا هلا بس نفوت، مربي حيوانات هو هون، بنفس الوقت ليكو عنده مثلا عنده نوافير، وعنده هاي الشجرات مثلا هون، هاي تين، زارع تين هون، وعندك هاي ديزا فور انزكتن، ديزا هي هاي للحشرات، بيت للحشرات يا شباب، يعني حتى الحشرات هون مبسوطة، عاملين لهم بيت للحشرات. هون لازم تروح لسرا يا لافلي. هون عم بقول لكم في حيوانات هون، في حشرات هون. شوفوا الورد بجنن ما شاء الله لا قوه الا بالله يا. شوفوا هون عنده دوهاس اينتيغا، هي عنده نمر تشبرا او هون التفاح ما شاء الله لا قوه الا بالله. تفرجوا تفاح، كله تفاح، ليك حتى على الارض يعني ما بلمون. يعني وهون شوفوا شلون الولد، يعني انا بكل صراحه بقول لكم يعني زلمه عايش بالجنه. انا هذا المكان بالنسبه لي يعني شوفوا. وهون مثل ما انا شايفين هن الطيور، غرف الطيور، في عنده جميع انواع الببغاءات تقريبا، فعنده طير العاشق ومعشوق، وفي عنده هذا الفري بالارض، هذا الفري تبع كاليفورنيا اللي عم يركض على السريع. يعني في طيور بايضة، في طيور مفقسة، في طيور مطلعة فراخ، وهنا في عنا بسس معلقة قبل. يعني بتعرفوا نهفات الالمان. هون في عندكم تمثال الحمار السعيد. حاشاكم واجلكم رب العالمين، يعني حتى الحمار عاملين له تمثال. ها تفرجوا، عامل تمثال للحمار يا. وهون هذا مثال عن حديقة واحدة يا جماعة، انت شو بتقدر تسوي فيها. تفرجوا هيك مدخل، من هون كلياته ورود وزهر، من هون نفس الشيء. وهون تفضلوا شوفوا
بعينكم شو ممكن الواحد يقدر يسوي بهدلول الحدائق. في عنده هون طبعا غرف، وممكن حتى انه يقضي نهاره كلياته هون، بس طبعا الدوام المسموح للساعة 12 او للساعة 2 بتوقع. وشوفت عينكم في تحط الواحد، بحط الواحد مسبح بيسبح هو واولاده بينبسطوا. ايه طبعا هون غرفة الحيوانات اللي شفناها من برا، هون حاطط عدة، وهون مثلا للطيور اللي 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 بده يبيعها. تماما هيك هلا فتنا نحن لحتى تشوفوا الطيور اللي موجودة، شايفين ما شاء الله لا قوة الا بالله. في عنده طيور الدرة، في عنده ببغاءات منوعة مشكلة، الروزن، الروزيلا، يعني اشياء كثير كثير حلوة وجميلة مثل ما انا شايفين هون. يعني الصوت لا تسألوا صرعة، لكن سبحان الله كل واحد له مراء وكل واحد له يعني. بس مكان ما شاء الله لا قوة الا بالله، كثير كثير حلو وكثير مرتب وكثير يعني ممتع. المكان يعني كثير كثير حلو وما شاء الله عليه. فممكن ممكن هذا المكان انه يساعدكم يعني بألمانيا، انه تفضوا شوية ضغط من الضغط اللي عم يصير عليكم بالحياة. وبعد ما طلعنا يا جماعة الخير اكتشفنا شغلة كمان، يعني طلعنا من نفس المكان فتفاجأنا قدامنا اللي هو النهر. يعني بتطلع من حديقتك بتلاقي النهر قدامك، يعني شيء رائع جدا 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 جدا. الله يهنيهم ويسعدهم يا رب. يعني اللي بياخذ هيك حديقة بهيك مكان بكل صراحة فهو عم يعني عايش بالجنة، عايش بالجنة بكل معنى الكلمة. تفضل شوفوا هاي النهر هون جنبه. مثل ما انا شايفين يعني مو بس حديقة ومكان بينبسط فيه الواحد، و يعني حتى اذا معك رخصة صيد سمك بيسمحوا لك هون انه تصيد سمك وتنبسط. يعني بتصيد سمك وبتطلع على حديقتك بتقعد مع حيواناتك بتنبسط انت واهلك، بتسبح، بتقضي وقت كتير حلو. هذا كل شيء كان معنا اليوم. ان شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبكم لا تنسوا تحطوا لنا لايك حبايب قلبي، وتشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين، وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. كان معكم أخوكم أبو أحمد من قناة نانو تي في. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.